مرحبا بكم، مرحبا بكم في سكرني. اسمعت سكرني اللي لاحضر معنا هشام النجاتي، نجدة التونسية الهادي بن جبارة، منال عبد القوي، أروى بن إسماعيل، عمر بن رمضان. تحية للجمهور الحاضر معنا الليلة، دي جي وسيم ريحان، وعازف الأورج الشهير غسان العويتي، ومعاكم أنا على الشافي. يا علاء يا علاء يا علاء يا علاء، اسمي الفوضى هذي. عنا الجمهور، عنا الجمهور. هاي البداية دار فيها قوية، البداية قوية. حبيبي نار 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 نار، أنا قلبي مولع نار، ونار نار نار، وحبيبي زي النار. هو راهو من مصلحتكم تسخنوا الجو، خاطر درجة الحرارة لبرا 4. قرشانيين في استوديوهات العالم الكل راهو ما فماش مكيفات، فما كان لي كليماتيزر. صحيح. دونك نستحملوا شوية. مرحبا بك هشام النجاتي. اهلا وسهلا بك. اش لي امورك يا خويا؟ والله ممتازه ممتازه ممتازه. جاتني تليفون من السعوديه. الحصه الاخرانيه. ماهيش نورمال، ماهيش نورمال. كلموني من السعوديه، من فرنسا، ونحب نحيي كل احبابنا. احلى رياضة كابري من السعوديه يهدي لي في عمره انا وعمل هادي. قال لي جا وعملوا عمره على حساب سي رياضة كابري. برافو، تصفيق عليه. صحيح، ماشي العمره. ان شاء الله نكملوا ليميسيون ونمشيو وقت تعطينا اذن. جاتك عمر اخويا، قلبك كبير والله. سي علاء نتمنى ان شاء الله من عند ربي. ايش فيه بعدها تريد هيك؟ لا رد بال نجله. مرحبا بك. مرحبا. عايش يا جو يا نجله. سافا والله الحمد لله. كيفاش تعديت؟ محلاها، تعديت. سافا تعديت لاباس. تري تري بيان. منال عبد القوي مرحبا بك. عايشك على لولو. شنو امورك؟ وينك الخطا السعيد يا منال؟ والله انا فيديو فرحان. عاجبك جونا ولا؟ والله على الاخر فرحانه. ساعه انا سامحني علاء، مع كل حبي وتقديري ليك، باش نقول لك حاجه تنجم تغشك. علاش فهم؟ على خاطر امي تحبكم الكل، تموت عليكم. اما الي سوبر فان دو هادي. ايش بيه؟ حسب تحب الهادي. والله طيبه بها. سي الهادي. امي قالت لي على لولو على راسي وعيني. نجله انا نعيط لها رجله، تعرفني. رجله على راسي وعيني، يشهوش ريوه الناس. قالت لي امل هادي. قلت لها علي امي راهو عنده كارير كبيره. قالت لي هي خليك امل هادي واحد. اما قالت لي برنامج باسمه. جا البارح تفرج انتوما، جا البارح ضرب البلايصه. صح عليك. صح عليك. يرحم والديها. ماشي. اروى بن اسماعيل وينك؟ شيخه عامله جو متفرهده وعملتهم الكل. اي عملتهم الكل. من الاخر. ديما 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 جو. ولاباس؟ لا لاباس. فما حاجه مضغطتك شويه هكا ما تحبش تقولها ولا تحب؟ لا لا لا. مريقل. لا مريقل. 5 ساعات. الجمعة الجاية بيناتنا، الجمعة الجاية بيناتنا الموضوع. ما فهمنا شيء. ما فهمنا شيء. حتى الجمعة الجاية زادة. حتى نزل الجمعة الجاية. أما الهادي اليوم. صح عليه. من وراكم الهادي. عمر بن رمضان مرحبا بك. عايشك على لولو. هاني على لولو. مرحبا بك أنت، ربي يفضلك. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. فرحان برشا، ريت صحابي وخواتي اللي نحبهم برشا، فنانين وعالمين نحبهم برشا. جوك به. ديما الجو موجود. ديما الجو موجود. يلا سيدي نمشي لفقرتنا الأولى الليلة، وعسوا على رواحكم اللي ما يتعداش. تسليلك الميكرويت هشام. تسليل الميكرويت.
اي علي فيه شويه هذه بربي علي. المره اللي فاتت مشكل المره اللي فاتت عطينا ريفيرب هما نخلي هما الميكرو نتاعهم تتكلم هشام شويه يسير هنا الميكرو الاحمر ريفيرب والاصفر لا هذا حاله حاله حليله الاصفر هذاك هذا تاعك والله تاعك نكلم هشام شاي مش باهي هذا شويه يسير شاي والاصفر الاصفر كل واحد يدبر اعطيني ريفيرب في بالي بيعطيني ريفيرب كشحه وليت مريقلين الفوليوم كل شيء هاي امشي هشام اي هكا باهي صحيح خلود برافو خلود مازال هذا الميكرو هذا ريفيرب الاحمر ريفيرب ريفيرب الاحمر يا خال اي عمر بن رمضان على غسان سه 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 افانتي افانتي اطفي الضوء لا ولا هاني قادر والله لا لا درس فما هناك قول 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 والله قول هشام هشام فما خيار نخاف والله انا نخاف اكثر منك فما خيار فما خيار بسم الله فما خيار هاي سيلونس ما لازم نتناقشوا توا شكون اللي تعدى انا ريت خيار انتم وليتوا ريتوا قطوس ولا خرج قطوس مو غادي قطوس ومتعب لا فما حاجه هشام فما حاجه ريت حاجه انا تعدى اما ما فهمتش وانا لاهي معاك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد انا ما عادش من بوم 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 ولا شيء قلبك جنون لا قلبك جنون مشيت على حالي اقعد 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 شطبتوا في الايماج هكاهو شنو اللي صار خاطر يطلع الكلام اللي كان يسبح به يطلع غلط كما اللهم بارك لنا الجنون حسنت نفسي بكلمات الله ليه من بعد بوم 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 ولا شيخ اش بيك ريحان من اللي خلصت ما عجبتنيش هذا اجلوله خلاص وجمعتين كذا جمعتين الشراب خيارك ما كفالس انت اللي هو دي جي ريحان معروف هذا هو ولا مضروب مضروب معروف معروف هاي طر تصب سي هشام من برا ربي يعافيك بارد لا طر تصب هيا باهي الحمد لله اخر واحد القطره قطرت على راسي الحمد لله الحمد لله ما خيرات ان شاء الله انت وين تو بسليمانة ما بين قرنبالية وسليمانة قهر هذا مش مزيان ما بعدها شويه انا جيني كرب على الدار فماش يا سويني صغير حد قطر ونص غادي شيء سي هشام ولا ابو الهدايا لا حطيتك من القطر قبل الغناء اش قاعد والعباد مقين عليه والله يجي وشوش لواحد يقول له تاع سكننا ليا كومارس مي ميلو بعد ثانية ما فماش ثانية صغيرة شيء فما ثانية تاع واحد جربي اي أيوة وينهم عاد توا شنو توا بني خليه يا هي عاد عيط لها توا عيط لها طلع فيها ست قطرات ست قطرات قريب لا 600 مليون عمل قهوة في بوم هل احنا نقولوا قبل يا علي قول له وليد يا وليد رجلنا وليد شوية باس خالد خالد هو تقول له خالد ما اسمكش خليه يا وليد يا خالد يا خلودة يا عسل خلودة يا عسل يا مدحت عسل قول له لا يصير بوم هاي 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 اي هاي هاي نقطة نقطة علاش دخلها هاي ليش دخلها كلموش مع بعض كلموش مع بعض كلموش مع بعض هذا كله تقص كله تقص قريته هذا قصك ما هو بشي تقصي تقصي خلت عارف لا لا علاش مدخلها هذا انا الاولى اللي قلت انا قلت انا قلت من ميكرو ما سمعش ما قلت حبوني والله هي الاروى الاولى والله انا قلت انا قلت حبوني اه عندي الفار عندي الفار ارجع للفار اه هو هشام الاولاد هاي الميكرو الميكرو ما يمشيش هذيك علاش صوتي ما هذا كله مقصوص مقصوص ورحت مقصوص قريت اللي قالته نجم قلت اي بس احسن كله يلا الكلمه المهمه شد الميكرو اروى يا اروى امان كيف باش تتكلم اعطيني هكا اشاره بيديك خاطر اقصد شوف الشمون يتقص الكل هاي رانا مخافيك جماعه المسرح والله علاش شويه منيش يلمع ما فماش عرق الدنيا بارد ممسوح هذا فقتوا به تو اي فقتوا به تو هاي وين هلا التيست هاي او جاي محمد هاي هاي حميدو يقتل الغاوة ما عليه مهبل والله يا بلها يا بي انا مكسر كان حمد بلها رد بيك تزنق في الكلام لو عندك تسليطات لا بلها بي <بلها. تصفيق>
ميكرو صباح خويا ما هي جنوبيه عاد منير باي هاي الجنوب وين اشرف في كندا مش هني هاي نرجع للدنيا يلا كان هذايا اللي ما يتعداش يسكر لي البرنامج لمليون شيوب مباشره الى رياكت. مرحبا بكم في فقرة رياكت. الجمعة اللي فاتت كانوا ضيوفنا اللاعب السابق وليد الهيشري والفنان معز الترودي. حلقة كان فيها برشا جو ونالت إعجاب برشا متفرجين. إناس كتبت برافو عليك يا معز، ملا جو كبير ما شاء الله واصل، تفرهد على القلب في الغربة. دينو حمدي كتب محليه الجو التونسي، ما عشقتك بزواجية وما عرفتش نختار. ضيفنا معز ترودي حفلها بغنياته، جابر كتب معز ترودي ولد حومة ومن عائلة فنية كبيرة يربخها حتى بليش موزيكا، أنا من نجم نقول كان يرحم عم جلول. سوار كتبت محليك معز ترودي برافو، وعلقت وسيلة بالتوفيق خويا ما شاء الله عليك. ضيفنا وليد الهيشري هو زاد أثر برشا تعليقات. مروة كتبت والله مشروع فنان ناجح وخير كجبت روحك من الكور على بكري، حتى هي الرياضة في تونس ما عاش فيها ما يتشاف. رشدي كتب حتى أنت فلتة كروية. من جهة أخرى فاتن اقترحت علينا ضيف للحلقة الجاية، كتبت قديه نتمنى تجيبوا منير الترودي يعمل جو وفنان كبير. كانوا هذم بعض تعليقكم على حلقة الجمعة اللي فاتت، استنونا الجمعة الجاية. باي باي. هذوما الرياكت. تفاعل الناس طبعا عن طريق الفيسبوك وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي على الميسيون. اي ندخلوا في الامور الجديه الليله في قالت لهم اسكتوا. خبر دار برشا الجمعه هذه، مخابز في ولايه القيروان تودنكو لطاح لدزو ترفع في سعر الخبز ل 350 ملي. الخبزه ب 350 فرنك اي ما لاباس يا اخي، واحد من راسه ولا من ريوسه ان واحد يجي يرفع في الخبز من غير ما يرجع الى مصالح وزاره التجاره وتتجاوز الغرفه الجهويه للمخابز وتتجاوز معناتها القانون كارمه وترفع وباعوا هكا باعوا ب 350 واللي باعوا المقروض ما يمقين عاد بيع المقروض ولا يبيعوا في الخبز عمال ما دام الخبزه زادت قداش هي قداه الخبز 200 فوالا الباكيت يا اخي برا بيك خبز الطليان وين انا نذكر وانا صغير فما خبز طليان هكا كبرها كيلو مازال كان في بلاصه بركه في باب الخضره شوف في بلاصه بركه بلاصه واحده في الحوم في الحوم العربي مازال موجود باب الخضره وباب سيدي عبدالله مازال قداش السوم 200 في بالي لا 200 ورا لا على خاطر الباكيت تمشي وتصغر الخبز العربي الكبير اما يظهر لي عليه الخبز في القروان مش الخبز هذايا الخبز العربي نتاعنا خاطر معجون بالزيت زيتونه وجو باعوا الخبزه ب 350 باكيت الباكيت بالكافيار بلحتينا بالكافيار انا اللي قلقني هو انه كيفاش يرفعوا في سعر الخبزه من غير ما تكون الغرفه الجهويه للمخابز ودرا شنو ولا وزاره الاقتصاد معناتها كيما خضار في عاود يبيع كيلو فلفل ب 1000 فرنك يبيعوا ب 6000 ممنوع تكون فما مراقبه بصراحه كيما قلت انت علي قبل الخبزه نقولوا احنا بو كيلو الكبيره هذيك حتى توا نتاع 200 فرنك الباجيت هكا توا معناها ريت حتى ب 350 تلقاها نفس هكايا معناها خبيزه نقولوا مش خبزه هذه حاجه، حاجه اخرى المواطن من يمشي يجيب ما فما حد شيء، هذه الخبز خبزه والرقابه ويني؟ ويا خوفي بالحق نوليو كيما وقت بورقيبه، تتذكر وقتها وقت بورقيبه قبل على الخبز كيفاش صارت مظاهرات وثوره على الخبز 83 ماتوا ناس ثورة على الخبز خاطر الخبز فاضل سيسي خو جمال سيسي وتغنيت له يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا خوفي لنوصل لكن في وقتها هذه. في وقتها بورقيبه ترجع ورجع اي قال نرجعوا للي كنا فيه يا مواطن يا مسكين باهي سي علاء كوش عندهم التعويض ما خذوش التعويض هذه كوش بشويه انا اخزر اي فهمت الباكيت فهمت انا قلت لك في القروان باعوا الخبزه ب 350 فرنك هذه ما تقوليش في التعويض وما تعويض هذه كوشه هذه كوشه يشري في السبيد من غير تعويض يبيعها حتى ب 400 شو يبيعها ب 400 شبر الباكيت وانت شبر هاي هاي
اي هي شبر غير دعم اي بغير دعم هذا حال واحد الدعم يا ولادي الباكيت بعد ب 350 وهي ب 200 اذا كان وصل الخبر هبط في الفيسبوك معناها راهي تونس كامله سمعت به في تجاوز وينهم اه يا جماعه اه وينكم الو كوكو وينكم اي وينكم اي ولا الرقابه هوني وينها ولا الوزاره معناها هوني وينها اذا كان الفيديو معناها هبطت على الفيسبوك وكل شيء ما فماش حتى اخبار من بعد شنو هو وقع التناول للموضوع في تجاوز للقانون كما ايوه كي ليه الناس اللي يبيعوا ب 350 شنو خليناهم يبيعوا ب 350 على الجاتو كعبه جاتو ب 9000 ولا ترى اي قدمت فيخو يا توانسه راهي كعبه جاتو قدمها كايه ب 9000 كل نهار وحد يخزر لي تعرف البير شنو يا علاء اللي اخطر من انه الخبزه الباجيت باعت ب 350 انه العباد شروها إيه شو ما عندهمش شوا غادي ناس زوايا ولا ما عندهم الخبز شو مش عم يعجنوا في قروات بركلة عنده معروف خبزهم العربي طيارة الأخطر إنه توصل الأخطر اللي شراء اللي ش... فوالا اللي ساهم في مخالفة فوالا 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 قلت لي عمر إيه لكن ما تلومش تنجمش تلوم عليه اللي شراء مسكين عنده عائلته يقول لك يا خويا ما يلزمني ناخذ خبز نمشي للرقابة الاقتصادية يجي خلي يحاسبوا إيه هنا هنا ولا العازر يقوى من سيده معناها إذا الزوالي مسكين ما قدرش على خبزة معناها الخبزة ب 300 ينجم نهارين أخرين يقول لك خبزة ب 600 إي وينهم يلزمهم يدخلوا بالضبط خرجت العديد من البلاغات من وزارة التجارة تحدد فيه في سعر الخبزة ب 200 ملي واللي باع ب 365 ملي راهو خالف القانون اكيد بربي علي سامحني اخبار الخبز فما باش تاخذ كارتة نتاع تليفون شركة علينا زادوا عليها 50 فرنك من روسهم زادوا هذه جديدة هذه اي جديدة تو نقول لك اي اخي هي الشركة هبطت بيان قالت راني ما زدتش وكي تمشي تشري الكارت نتاع التليفون تلقاها زايده 50 تحكي بجدك والله زاد حتى تليات والكوار زادوا 50 ملي شنو ما فماش رقابه وما فماش هذه عندها نهاري كل وحده على زي راسها باهي يلا نمشيو لغريبه اخرى في قالت لهم اسكتوا الاخبار الثانيه طب حاجه باهيه مغريبه زاده مواطن في جندوبه عمل قنطره بفلوسه باش يتعداو التلامذه ويتعداو الناس أو المفروض سي كريم بالعرفة نحييه ويعطيه الصحة وبارك الله فيه يا أخي الدولة عندها فوق 60 سنة ولا 70 سنة هي ما هو ابن القناطر متاعك الجسر بون هو جسر صغير تكلف 18 مليون أما يعطيه الصحة وبارك الله فيه أنا جاي كارو أنا نحب نقول الناس الكل نحييه المواطن صراحة على الاقل عمل لك قنطره واحده ويكثر منه الناس وان شاء الله المبادرات هذه نشوفوها معناها حاجه اخرى بربي الشمال الغربي ديما مهمش حتى نهار اللي جانا المشيشي في بيرنا زعما باش بزهرنا ما هذا كل على المشيشي اي ما عملش شيء خاطر هما اي مسؤول يشد ديما انا خاطر بنت الشمال الغربي اي مسؤول يجي ديما الساحل والكل ديما فهمت الطرقات القناطر الدنيا احنا الشمال الغربي مهمش اول مره مسؤول من الشمال الغربي شد هو المشيشي دراهم كيما اي هو المشيشي شد احنا ذاك زعما النواره زعما قلنا شد باش يعمل لنا هكا يحرك شويه خي ما فما شيء باش يعمل لنا انجاز باش يعمل حاجه أرو. انا نقول يعطيه الصحه ويرحم والديه وان شاء الله الناس الكل معناها تقتدي بالمنوال هذايا على القليله حتى الصغار هذوكم وكما توا برشا فنانين معناها قاعدين المرابيح نتاع العروض نتاعهم سواء مسرحيات والا حفلات فنيه قاعدين يساهموا فيهم معناها لاعاده تهيئه مدارس وكل شيء اون بليس ما نجموش نطلبوا الشيء هذا من الدوله خاطر هذا هو جسر صغير لا نطلبوه من الدوله لا لا شنو المواطنين باش ياخذوا محل الدوله زاده لا لا هذا جسر صغير تكلفته معناها ماهيش كبيره برشا وما يشدش برشا وقت هذايا معناها نتاع شهرين ثلاثه هذايا العباد تنجم تعمل الدوله نخليوها نتاع قنطره نتاع 12 سنه 15 سنه تقعد تتحفر ساعه ومن بعد حتى ترجع دوله نتاع مليارات ونتاع دنيا نتاع عوام ونتاع دوسيات وفازيت لا لا نتاع جسور صغيره ورجل صغيره لا لا مش غادي وتقد الدنيا كل لا 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 انا مش معك انا بدي مش معك لا ما نصغروش الموضوع وانه الدوله لا تهتم بالعكس الدولة للا شوف البلديات في اوروبا ورئيس بلدية احنا وكل رئيس خكملك وكل رئيس بلدية لا نحكي لك في المطلق وكل رئيس بلدية في الدول المتقدمة ديما تلقاهم مترشحين الى رئيس الجمهورية لانهم خدموا المواطن وخدموا الناس ما فماش هذه قنطرة ولا بلوعة محلولة ولا لا الدولة تهتم بحاجة ولا ضوء محروق ولا انبوبة قدام دار الهادي ولا دار محمد ولا دار صالح ولا كذا مش موجود دور الدولة انها تقوم بالبنية التحتية وانها تستثمر في الناس
وتستثمر معناتها في الـ في الـ في, الـ في البلاد في اي جزئيه معناتها مهما كان دون تصغير من حجم اي مشروع. هذايا انت شوف هذايا قنطره 18 مليون فما وديان محلوله على كياسات وناس تموت وقت الفيضانات هذه منهم فما عباد هزتها الوديان. انا الراجل هذا من رايي كرموه فما حاجه اخرى. انت حالي تقوس على البلديات. انا احكي لك انا اكزامبل انا مثلا نعيش في وسط البلاد نعيش في برج الوزير نهج عبد الرحمن ميمي قسما بالله حاجه تحشم مستنقع. حاجه تحشم انا في عامين بدلت لافونترا صرف عليه قريب 6 ملايين مستنقع راهو حفر راهو فوسيات مش عارف وين رئيس البلديه وين الدوله معناها هو السيد بارك الله فيه بارك الله فيه وكثر خير يكرموه الراجل تنقذ عبيد ثم عبيد هزتها الوديان خشاشر صغار تقرا مساكن مليون كيلومتر برشا هي علي راهي مش جديده الحكايه معناها سي با اون اكتواليتي ريسونت باش نكون واضحين معناها عنده مده الجسر هذا تعمل اي اما باهي انه نحكيو عليه ونفكروا فيه كل مره لا هذا جديد لا الجسر هذا مانال جديد خاطر عمل راهو لا هو عمل قبل واحد اخر هذا لا نحكي على نحكي وي نحكي على السيد انا معناها الشيء اللي يعمل فيه مش جديد عليه وين يلقى بلاصه فيها الدولة مقصرة سامحيني أروى مقصرة نقولها معنا الدولة مقصرة يجي هو يعمل هكا دونك شفناهم في بلايس أخرى كيف صغيراتك اللي شفناهم كيفاش والديهم يزوم على ظهوراتهم دونك سي لا تروزيام ولا كاتريام فوا كما قلت أنت دونك يعطيه الصحة. أما نجلة مش كان شمال الغربي في الجنوب نجلة أنا علاه ما عيطلهاش نجلة نعيط لها رجلة راه اي قلت لي خاطر بالحق المرأة هذه رجلة للناس اللي ما تعرفش نجلة تونسية الفنانة ميرسي ديما نحب نقول مش في وجهها عمري ما قلتها لك نجلة أنت تعرف قداش نحبك أما بالحق أنت رجلة 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 أكثر من برشا رجال أشبه رجال يعطيك الصحة يعطيك الصحة بالحق علاش قلت لك والله استنى استنى لا فما يا أن تو بتي بروبليم أنا راه شوف خزر لي انت اختي منال ونجلة اختي احنا خوات فوالا دونك سمعت هكا في الكواليس اللي نجلة ومنال متنبزين هكا شويه ما نعرفش جون سي با قالوا لي ما وانا نبدا نجهز ونحضر في الحوار انا بالعكس ما عنديش حساسيات ولا حسابات يصير راهو في يوم من الايام واحد يتنابز مع فلان ولا يتطلق بالعكس لا 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 حبيت نعرف لا 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 بالعكس لا 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 شوف احنا كنا علاقتنا ديما جيده لكن ما كناش قراب ما كنتوش قرابة قربتنا المرحومة فايزة فايزة الله يرحمها مريول هذايا هذاك علاش نجلة متأثرة لحظة لحظة مريول فايزة المحرسي مريول فايزة اكزاكتومون الله يرحمها ونجلة كي شافته عرفته علاش قلت لك رجلة نعرفها ونحبها وتقابلنا في برشا برامج وعلاقتنا تليفون ميسنجر لكن كي قربنا في محنة فايزة يرحمها وينعمها عرفت المرأة هذه قداش رجلة من غير ما نحبش نحكي شو عاملة شو ما عاملة بدون تفاصيل رجلة برشا 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 ما تحبش تحكي يلا هاي سيدي الأخبار اللي من بعده ليبيا الشقيقة ليبيا كيقول ليبيا يعني تونس الشقيقة تقدم مساعدات غذائية إلى تونس في ظل أزمة المواد الأساسية الغايبة في البلاد شو أنا هنا باش ندخل سامحوني ثم لقيت العديد من التعليقات الساخرة وصلت إلى حد التنمر كيفاش ليبيا تبعث لنا مساعدات هذا تقال وتكتب في فيسبوك وفي التعليقات يا أخي شبيه الخو ما يعطيش الخوه البنية ما تمدش البوها ولا البو يمد البنته وشنو المشكلة ليبيا بعثت لنا زيت وسكر وفارينة إيه يا سيدي سبق احنا وبعثنا لهم التوانسة وعاوننا الليبية وقاويناهم بحذانا وسكناهم ودخلناهم في ديارنا وعاشوا من بنقردان حتى شل تونس وقت اللي ليبيا ماكلتها الحرب مش كل ليبيا ليبيا وسروا سودانيين ليبيا بالذات وخيم بوشوشة وقت اللي ليبيا وبارك الله فيهم ويعطيهم الصحة وكثر خيرهم من فوق بعثونا كمين زيت وسكر وقهوة وحليب نقولوا انا خدمت في التعريف بصراحة قاتبات في التعليق يا ايش بيه هذه حركه نبيله اي مش معناتها موطه بالشر احنا ولا جواعه ولا ما عادش فينا يا عندنا مشكله احنا في التزود استناني عندنا مشكله في التزود والتزويد اي بارك الله فيهم بارك الله فيهم اخواتنا الليبيه ردوا لنا الجميل يا ما بعثنا لهم طماطم وحليب ومقرونه اشريوا بالفلوس ولا بعثناهم كادوات عايشين معانا هما اخوانا شقنا الليبيين نحبوهم ويحبونا وعايشين معانا من الفنانين يخدموا من هنا في تونس الفنانين برشا فنانين توانسه يخدموا في تونس وفي جربه وفي قمرة بحذاء يا ولدي خويا وماخذين من توانسه نساء توانسه
هذه مش جديد على ليبيا بصراحة، معناها ديما ليبيا تعاوننا. وحاجة أخرى كما قال علي، المتسلفة مردودة، كما احنا قبل عاونناهم كما هما توا عاونونا. اما هالعباد اللي يعطيهم الصحة، المتسلفة مردودة، اما هل في الفيسبوك هذوما مرضى، عرفتك الفقر والفرعنة، يبدا نركب يبدا قاعد حتى بعض السياسيين يتنمروا، حتى بعض السياسيين يا خويا احنا علي تنمروا على كيفاش ليبيا قدمت لنا مساعدة. يا علي سامحني، احنا كيما عنا شكون يخمم فينا؟ مرحبا باللي ساعدنا، احنا مرحبا باي دولة عربية تساعدنا كشعب. هي سي علي، نحب نعرف الشعب الليبية شكون؟ توانسة حرار، دمنا ولحمنا سالمين. الليبية توانسة حرار. مشيت الليبيا انت؟ مشيت الليبيا. هيك درتها شنينة ومنينة؟ درتها الكل. وش عملت في ليبيا؟ مبو سليم، الكل درتها. حتى البنغازي ريتها، مشيت للشرارقة، للسلوم، للبيضة، كل دورها. مشيت للسلوم؟ على الحدود المصرية الليبية. مش مشيت تام. أنا نحييهم، نحيي الشرارقة ونحيي بوسليم ونحيي، هم أصلهم توانسة حرار. توانسة يا ودي، فلوس فلوس الشعب اللي هم نحنوا على بعض نحن. برشا الإعانات هذه في بالي بها. تحية للأمن مشي هو تحية ليه. جو الدينيه سالوا جابوا السكر تحت سيد الله. قالك لي علاش في بالي بها؟ رئيس الدار في كويلي انت، تجيلي ولا رئيس جمهوريه؟ لا لا في بالي، رئيس دوله انت، في بالي كل شيء. والله سي علي انا قالوا لك حكاوا لك عمر. والله انا نقول بارك الله فيهم، مش غريب علينا، هم اخواتنا، وفي واحنا ما تنساش نمروا بوضع معناها اقتصادي معناها هش على الاخر. ومولا التاج يحتاج، ومولا التاج هما يحتاجون، وما بين الاخوه ما فماش مزيه. دونك اللي يتنمر نقول له سايب عليك من اللغه، ما عندها ما عندها وين توصل. وكا شكون عندك كيما كان سامحني مانيك، ما نقولوش بمزيه بقدر ما نقولوا الحقيقه، معناها بقدر ما نقولوا واجب، لانه احنا بالحق اخوات. وقت اللي ليبيا استحقتنا، ما جاتش تونس قالت بمزيتي باش نبعث لها ولا باش نعاونها، من واجبي معناها كي نقولوا اخوات سي اخوات، كيما الجزيريه زاد كيف الكلنا معناها نقفوا مع بعضنا، يعني هذا ما فيهوش حتى شك. انا علي باش نقول لك حاجه، انا لاني باش ندخل لا في رجعونا لا رجعنا لهم، انا من جربه وعندي عائله في بنقردان، عائله كبيره. انا مثلا تولدت في عهد بورقيبه، انا عشت من خير قدافي، ما عشت من خير بورقيبه. شفت الستة ديار في طريق بنقردان اللي بنيهم القدافي، جربة اللي مدهونين بالأخضر، اللي بنيهم القدافي، اللي بنيهم معمر القدافي وقتها في الثمانينات. الله يرحمه ونعم. شفت الانفراستركتور اللي تعملت؟ أنا باش نقول أنا 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 امرأة تولدت عام 79، وقتها في عهد الزعيم بورقيبة يرحمه. احنا كنا معنا أبويا الله يرحمه كان يوصلنا للقراية، يمشي يقضي من ليبيا الخضره والطماطم واللحم والدنيا كل ويروح يجي. عشنا من خير قدافي. صدقني انا حاجه باش نقولها، والناس اللي في بنقردان وجرجيس ومدنين يعرفوا ساعات فما يبدوك الكرهبك المراسم، عرفتهم يتعداو ليبيا يتعداو يلقوا عباد قلاله قاعدين يهبطوا يمدوا لهم مصوات فين فلوس يمشوا شكون القدافي. انا مراه عشت في صغري من خير ليبيا ونحب ليبيا، وشو اصلي زاد لي زرير اوريجين نتاعي. تحيه للشعب الليبي الشقيق، يعطيكم الصحه. وكان واسمع وراه الخو يعاون خو دون استشاره، الحدود هاي كمحلوله. نبعثوا لكم احنا ولا تبعثوا لنا انتم؟ صرنا نمشيو بطاقه تعريف احنا بينات بعضنا، صرنا بطاقه تعريف. لا فما لا جنس لا بلاد لا جنسيه لا عرق، ليبي وتونسي كيف كيف. بربي يا علي تاتك يا تاتك. لا حد لا نعملوا لها عاد طاوله وكراسي عاد. تاتك يا تاتك يا غسان. وليبيا تاتك يا تاتك. وليبيا عاوناتك. يلزم مع غسان. اعطيني. ايوه زبد زبد زبد. هكا هكا تاتك يا تاتك. يا زمنا في اخواتي انا عليك نغني. يا بنيك باباك يا تاتك تاتك يا تاتك. يا سمحة في اخواتي وناي عليك نغني. وليبيا ليبيا يا الله نجلة يا عاد يا نجلة. صفق صفق على نجلة. يلا 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 يلا, يلا, يلا. وينو التصفيق وينو؟ ها ها وتاتك يا تاتك. يا سمحة في اخواتي انا عليك نغني. يا بنية باباك يا تاتك تاتك يا تاتك. يا سمحة في اخواتي ما عليك نغني.
يلا نمشي مباشرة الغنينو. يلا هشام النجاتي. هشام كيغني كيغني الحكيم كيغني الحكيم ما يعملش تتتتتتتت بتاع العادي يحفظها قطعة. يلا نجلة التونسية نجلتا. صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايحين نسهر واحنا قعدنا اداني كاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب يا جماعة أنا مش لاقي التليفون يا جماعة يا جماعة صلاح الملكة طلبوني يا جماعة أنا شكلي خربت بوجودي بام 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 ولاعة 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 يا جماعة عندي مني الولاعة يا جماعة حد يقول السماعة يا جماعة مش عارف بوم بوم والجمهور حافظها ولاعة قلبي مش قد الولاعة ولاعة قلبي مش قد شو الكليب هذا ولاعة قلبي مش قد الولاعة والله عجب شو هذا وهشام قام رش وحده بتغني عمل ضرب الضوء التريسيت ضربت الولاعة هذا اسمه محمد رمضان مش هتكلم يغني الأغنية ذيك الأخرى نمبر 1 نمبر 1 رمضان كل عنده الشركه هكا في جيت وحده هذاك هو وعنده الفحد وكل فزيه مش نورمال طب هذا عمل هيك شنو هذا؟ ثم حس والله شفت حاجه تعديت لا بالحق بالراس لا 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 صارت حاجه فما خيال فما خيال شوي الفهد نتاع لحظه لحظه هشام سيريوزمون والله شفت حاجه تعديت شفت خيال ولا ريت خيال تعدي اقسم بالله العظيم لنزيد عليكم كله لا والله بالحق شنو والله ورحمه امي الملايكه معنا والله الملايكه معنا زاد فما حاجه لا يا ولدي وين الملايكه ما يجي وكان جنون يا هشام الملايكه ما يجي لا لا بالحق فما شويه فما حاجه زلزلت فما حاجه زل بالحق هشام حاجه زل حاجه تعدي خيال اي سبحان الله والله عليك كلموا وانا شفت حاجه تعدي نزيد عليكم كلمه امان تعمل طارق طارق جاب لك انا مشيت طارق وريان تعملوا بريفيو رسمي صارت حاجه في الاستديو يا طارق انا وهشام فقنا بها فقت بها والله انا بدي بالعلي بدني كل لا
فاما كت زلزيله لهنا وحاجه خيال كبير تعدى. ارجعوا شوفوا ليماج البريفيو. أنا وعيت لا لا بالحق بالحق صرت والله تعبت والله انا وراني من مش مفدلك انا والله نخاف شفت حاجه لا ما شفت كان شفت مازلت قاعده هو قال لك شيء بالحق بالحق سيري شنو علي قال لك شيء هم قطوس كعب انا قطوس قال لك ضر قطوس كعب هكا حاجه انا وارجع اسمع فما دعاء يقولوه ولا حاجه اللهم اهدينا والتف بينا يا ربي يا كريم وابعد عنا الشر وابعد عنا الجنون يا رحمن يا رحيم يا ذي العرش العظيم لا 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 يا علي لا لا علي بليه 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 عاد بليه بليه يا هادي هادي هشام يا خضراوي رانا نحاول جيت لعرسك يا خضراوي قبيليك بالحق راه لا قبيله بالحق يا سيد المخرج راني جيت لعرسك ورقصت لا والله بالحق وراسك انت هادي اش صار حق ربي رقصت في عرسه المخرج هادي لحظه سي انا نخاف من خيوط الضوء شكون يعرف تيح على عبد على راسه ديما عندك مشكلة بتاع ضوء وخاف ديما عندك مشكلة في اللمبوبة والضوء نروح ميت في صندوق ونهدى كيفاش بعد ما تموت تهبل تموت ديجا ولا خاف من الضوء شكون يعرف الراجل قال لي ما صار شيء 380 فولت هناك النهار لا هنا 20000 فولت هنا 20000 هنا 20000 شنو هو شوي بشوي شو اللي قلته تو؟ اباي قلت له لا قلت اباي ما قلتش اباي غلط في الحروف شنو اللي قلت؟ خاف من الضوء غلط في الحروف غلط في الحروف هادي باش تهبط هذيك باش تهبط والله لما نموت قبل ما توصلني هاي نرجع هاي نرجع هاي الضحيه المواليه اروى بن اسماعيل برافو أروى برافو أروى الضحية الموالية عمر بن رمضان نطلع الفجر المساء نطلع الفجر المساء كان خدام وغرامك اركز يا زينة قدامك وريني فنك وغرامك يا زينة وقدامك وريني فنك وغرامك نطلع الفجر المساء نطلع الفجر المساء كانك خدام دور الأحزان كانك خدام
دور الأحزان زيد القدام في زمانك الليلة والمزود خدام الليلة والمزود خدام اركز يا زينة لقدام توي الفقر راو راو فم حاجات تصير ربي كملها كملها واحدة كمل راي كملها واحدة توهي اللعبة بتاع كاروكي المصيبة في الميسيون هذه كاروكي يدخل في يدخل في اجتياح عمركم ريتوا كاروكي باجتياح والغناء كله مع بعض هادي قالوا لي توا فما غنية اللي انت تحبها وتموت عليها انا غريت بيا تبعتك الراحلة منيرة حامد انا الملحة بحدايا وانا المساعد بتاعك انا الليلة عندي جمهور كورال الليلة شكون اللي غرت بيك يا هادي شكون سعد لا والله لا شكون اللي غرت بيك والله لا يا ودي نسال فيك شو والله لا شكون اللي غرت بيك صار وين صار شنو سي شان تغني لي الغنية هادي تغني ولا هاي هز الميكرو سامحني تونس كامله تفرجت فيك شكون اللي غرت بيك ما غير ما تنكر وتسك مع سي عنا شنو اللهم لك الحمد العظيم هذيك شنو اهو وانا فين سعناه ودا شنو مين هاي هادي هاي هاي قريت بيا الهادي من زبارة قريت بيا تبعتك قريت بيا تبعتك قريت بيا سلمت انا فليش ليا تبعتك يلا نمشيو أول مرة مرة أول مرة منال عبد القوي حليلة منال شبيها أي شوف روحك في أول مرة ناري نار جانا الداري حار جايتك وحاشمة مشني عارفة منين باش نبدأ باهي نجم تعتبرني كي أختك بالطبيعة أنت كيف أختي وأكثر ليلى عرفتك ما تغش علي عملها بي معاك واش باش نقول لك حميد ما تقول شيء نايا فهمة كل شيء فهمة ببي واما حتى أنت فهمتك مقدرة موقفك ثانا نية والله يا حميدة اسمع صابر الكلام اللي قالها باي لعمتي محبوبة انساه حطها على جهة نية ما اعتبرتك يا خويا وجيتك على حاجة أخرى ثانية إن شاء الله خير احكي إذا في مقدوري نعاونك باهي إذا بالحق تعتبرني كي أختك جاوبني بصراحة وعلاش لتو ما رجعتش تقرا أول دور ليك هذا أول دور ليك من الشفي je suis émue allez
خاطر تبدلت برشا من بيان سور تبدلت العمر هذا 2000 2001 راهو 2001 عندها 22 سنه اي توحش برشا سي حمادي عرفه سي حمادي جي بوكو دو غراتيتود بور سيت هوم سو غران مسيو هو اللي اكتشفني في المسرح خاطر سي حمادي من المخرجين المثقفين اللي يتفرج في المسرح ومش من ما جبنيش من انستغرام ولا من تيك توك ولا من برنامج العاب ولا من اي بلاصه يمشي ومش معناها راني نقص فلات ونقص من بعد القص جايين وبعد نقصد انه يتفرج في المسرح مخرج يتفرج في المسرح جيت تفرج فيه وقت انا طالبه نقرا خذاني اعطاني الرول هذاك اول دور في حياتي اول دور فتحي الذيبي محلاه عمر بن رمضان يا ستار أول مرة يا ستار تستر يا رب ياسر محلاك الله الله زينك وقتك الله الله ياسر محلاك الله الله زينك وقتك الله الله العيون ملاح فيهم سواح قلبي ملاح شفت الكاميرا وصغير ارسل عامل ضعيف نسيت يا حسرة فانا برنامج برنامج معنا عايمة بن عمار موجهة معنا عايمة في كلام فانتايا وقت البرنامج ضارب هذاك وقت اللي قالوا لي باش تعدى قلت لهم ليه فهذا نقول ايه قلت لا لا عاد كيفاش علي انت ما كتبت تشكر مرة في التلفزة بصراحة صعيبة ونحب نقول حاجة ما عاوديش نشكر هنا اللي عاونوني زوز باش تعديت في البرنامج زينة القصرينية وعدلي رجال يعطيهم الصحة بارك الله فيهم معناتها هما قدموك للنعيمة بن عمار مش عديت والله زينة تعمل لي يودي انا مش ندي بوجهي اسمك تعاد نقولها لي يا عمر اش بيك ليه خاف يودي ما كتبت اسمك تشوف غادي نرعى ساقي تضرب راهو انا نحب نقول حاجه عشتها اول مره في حياتي مع عمر ليه والله العظيم زيد شنو هي والله بالحق سيريوزمون والله نعرفش عمر تتفكرها ولا صافي حكيت 7-8 سنين التالي في راديو مات مع عفيف الغربي ظهر لي منذر بن عمار كان الانفيتي اول مره في حياتي انا تصير لي وانا وقتها معنا قديمه في الدومين الجديده اول مره فنان يتكلم من وحده ما غير معنا وحده هز التليفون وطلب الاذاعه قال بربي انا راني نسوق ولا مش عارف شنو ونسمع في البرنامج نحب نهني زميلي وخويا الفنان منذر ما نعرفش شكون عمل اغنيه جديده وقتها كان لانفيتي ونحب نقول له مبروك ومحليها اغنيتك وسمعتها او قلت معنا اول مره اشوف فنان تونسي بالفنان فنان هذه صراحه يفرح بصح فما ربي هذه ثاني اول مره هاو في البرنامج ويعطيك الصحه برافو على لا سامحني لا ديما فانا مش اول مره نشكروا بعضنا انا ولعشتها انت عشتها في اللايف معنا نشكروا بعضنا اي يا سيدي باش نعطيكم توا باش نعطيكم زوز تصاور وانتم باش تطلعوا لي الخمسه فوارق بين زوز تصاور. وعلي. هاي التصوير. نطلعوا الخمسه فوارق يلا هادي ركز. اي زوز تصاور لقيت انا. هاي نجل. التي وين ديبو غاديكا مكتوب سونتر وني لي. غاديكا فما ناقص التليفون واحد برك يتكلم اي هذوما ثلاثه ديجا تاع اي نحب التليفون شنو اخر قلت السيجل قداش من فارق السيجل اي السيجل ما فماش نتاع الواحد هذا اربعه اي هاي خمسه هاي خمسه الشباك مو ظاهر برشا لهنا ليش هو مش ظاهر برشا يعطيك ديليفري من هنا مكتوبه من اليمين لليسار ومن غادي مكتوبه بالمقلوب كملوا دو هادي هادي عيني صحيحه راه اسم الشركه مش صحيح اللي هو وريني ترى هذه تي شنو هي لا لا واحد شنو هي اقرا اسم الشركه وريني شنو فيرستون ولا شنو شنو فيرستون اسم الشركه مش هي شنو هو اسم الشركه
شنو اسم الشركه هذه اللي مش صحيح؟ نمر حتى نمر ما فماش هنا هاي مقلوبه هيك هاي اعطينا الفوارق اعطينا الفوارق مقلوبه قول لي يا مصحاب شوفوا الفوارق يا سيدي الور ديبو الاخرى او والاخرى زايده تي باهي الور سنتر سنتر دابي سنتر مش موجوده غاديكا فيرست في هذه مش موجوده هنا لا مقلوبه وال ثلاثه فوارق لهنا واربعه البوانيي تاع الباب ريتوها البوانيي تاع الباب هذيك اللي ضيعتكم من السكول بوانيي الور اليوم فيرست ديليفري اول شركه توصيل في تونس عندها بارك اوتو فيه 400 كرهبة على ذمة الحرفاء متاعها باش تأمن لهم توصيل في 24 ساعة على كامل تراب الجمهورية فارس ديليفري شركة التوصيل رقم واحد في تونس الكل اللي تنجم تعمل عليها وبالك ترتاح مارسي فارس ديليفري عليك عملت معهم جولي بيكوليك عملت معهم في الوقت كيفاش كيفاش تعاملت معاهم توا ما عنديش برشا بالصدفه توا يعني شفتهم انا باللوجو نتاعهم والله الباب الدار ما فماش منظمين في الوقت منظمين والسلعه وصلتني كيما حبينا يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه حتى انا تعاملنا معاهم مرتين هنا في الاستوديو كادو جا للهادي ودليفري جات لي انا لهنا وجربنا بالوقت وجاو في الوقت بالضبط قال لي نص النهار نجي قد بعث له لوكاليزاسيون قال لي نص النهار قدام باب الدار جاوني حتى خدمه بروفيسيونيل بروفيسيونيل يعطيهم الصحه ميرسي بوكو فيرس دليفري مره اخرى يلا تحب تشارك وتربح زوز ملايين كل شهر تبعث سي على الرقم 85-890 وتجاوب على الأسئلة باش تقوي حظوظك في الربح يلا نعود مشاهدينا الكرام بعد هذا الفصل سكر لي البرنامج